الله الله اكبر. ابطال الجيش الحر داخل مطار النغ العسكري. الله اكبر. قائد الميداني قائد العمليه وقائد عمليه مطار النغ العسكري ابو الفاروق قائد كتيبه البراء بن مالك. الله اكبر. الله اكبر. باسل النصر مجاهد باسل النصر باذن الله اخذنا بحق تار هالشهداء كلهم. ما نمنا الا اخذنا تارون ان شاء الله، وباذن الله قريبه جدا تحرير هالمطار. جايينكم جايينك بشار، جايينك اسراك باذن الله. هذا الرجل اول جاهز اسراك. الحمد لله. يعطيك العافيه اخوي. كم دبابه اليوم ان شاء الله؟ الحمد لله اعطبنا لهم دباباتهم وانتصرنا باذن الله. الحمد لله رب العالمين. كرر عمي. وهذا هو داخل مطار النغ العسكري. الله اكبر.